لكن في البداية أحب أستقبل السيد محمود التوني نائب رئيس تلفزيون الحياة على المسرح. السلام عليكم. مساء الخير أستاذ محمود. ازيك يا سالي؟ أهلا. ازيك؟ الحقيقة يعني الحديث قدام اللجنة العظيمة دي والنخبة الكبيرة دي من الإعلاميين والنجوم الجدد حاجة صعبة جدا، لأني أنا شغلي طول الوقت كان خلف الكاميرا، لكن النهاردة قدام الكاميرا والأستاذ توني هيحكم عليا وليلى ومنى والأستاذ الكبير جورج، فمعلش بقى اعذروني. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب. في البداية الحقيقة بشكركم كلكم وبشكر لجنة التحكيم الكبيرة دي اللي خلت للبرنامج ده اسم كبير، خلت له شهرة كبيرة قوي، خلقت من فورمات محلية حاجة أقرب كتير للفورمات العالمية. حقيقة إن إحنا عملنا شغل كويس قوي، إن إحنا قدمنا نجوم جدد للعالم العربي، ودي كان دور كبير قوي لتلفزيون أبو ظبي وتلفزيون الحياة إن هم يخلقوا جيل جديد من الإعلاميين، لأن عالمنا العربي يستحق ان احنا نقف جنبه ونطلع مواهب. وانا عاوز استغل الفرصه الحقيقه ونوجه تحيه كبيره لشعبنا العربي من المحيط للخليج. شعبنا العربي اللي بيتعرض لعمليه ارهاب فكري كبيره وقوة تطرف كبيره جدا، ورغم كده ما زال عالمنا العربي والقوى الوسطيه فيه بتقاوم وبتخرج نجوم جدد زي الشباب الجميل اللي احنا شايفينهم دول. فنشكرهم الحقيقة شكر كبير. عايز أشكر كمان الحقيقة شركاء النجاح تلفزيون أبو ظبي اللي خدوا الفكرة دي ودخلوا معانا في المبادرة دي رغم الصعوبات اللي الناس اتكلمت عنها الأول، والناس كلها كانت بتقول إن صعب إن البرنامج ينجح بالبرفورمات دي، لكن رغم كده باللجنة العظيمة دي وبتوفيق ربنا البرنامج نجح النجاح الكبير اللي انتوا شايفينه ده. فأنا بشكر الحقيقة تلفزيون أبو ظبي شكر كبير، وبأكد على دور الإعلام ودور القوة الناعمة في مواجهة قوى الظلام اللي بتحارب عالمنا العربي. مش هطول عليكم لأن أنتوا في انتظار مذيع العرب وفي انتظار النجم الجديد، ربنا يوفقكم. المشتركين هم اللي تعبانين علينا. والحقيقة يعني كل الناس دلوقتي عايزة تحسب. كل سنة وانتوا طيبين. كل واحد فيهم عايز العقد اللي معاك. كل سنة وانتوا طيبين وسنة جميلة وسعيدة عليكم ورمضان كريم.